انا عادي باخذ راحتي على الهواء يعني مثل ما كنت اخذ راحتي تحت الهواء. تقولوا لنا عادي تفضلوا ترى باجي دقيقه اكل من دقيقه ابتسامه عطون ترى قاعدين نبتسم يعني عادي، فلا تحسسونا ان احنا معبسين. هذا واحد. اثنين، موضوع الابتسامه مرتبط في اللقاء اللي موجود معانا. شخصيتها قويه متفائله عاشقه للحياه تحب مساعده الآخرين، لذا خاضت الكثير من الدروس تسلحت بالعلم في هذا المجال وأصبحت مدرب حياة. طبعا علشان تحقق هذا الحلم من خلال عملها أنشأت مؤسستها الخاصة لتنقل علمها ومعرفتها وخبرتها كذلك للجميع وبالأخص للمرأة، الشيخة عواطف سلمان. الصباح صباح الخير وحياك الله. صباح النور وهلا فيكم. يمكن لاحظت روح التعامل عندنا تحت الهواء لاحظت هالشيء. ما شاء الله. كيف لشخص من نعتبره من ضمن الوجوه الآسرة اللي ما أن تراه حتى تصير أسير لمحبته؟ إيه نعم، والله الإنسان دائما لما يكون بشوش ويكون يبتدي يومه مع الناس بابتسامة ويكون متواضع بالتعامل، الناس طبعا يعني يدخل قلبها بدون ما يحسون، كفاية ابتسامته، كفاية أنه هو إيجابي، نظرته حلوة للحياة، تعامله بتواضع وبطريقة أسلوبه الحلو يجذب الناس حقه. بس الإنسان لما يكون عبث ويكون سلبي الناس بدون ما تحس تكش منه، لأن احنا بالنهاية طاقة، كلنا نحس بطاقة بعضنا البعض. أكيد أستاذ، أكيد دائما ما يسعى الإنسان للصلح ودائما يقول تصالح مع نفسك. إيه نعم، ويمكن مقولة في ظاهرها غريب، يعني شلون أتصالح مع نفسي؟ فشلون يصير هذا الصلح بين الظاهر والباطن؟ التصالح مع النفس، احنا في أشياء وايد نمر فيها في حياتنا ندفنها وما نواجهها. هذا التصالح أن الإنسان يكون صادق مع نفسه، أنا الحين متضايق، أنا الحين حزين، شلون أحل هذه السالفة، شلون أواجه نفسي وأحاول أصلح هذا الشيء فيني. بالمديتيشن، بمواجهة النفس الصادقة، بأن الإنسان يكون صادق مع نفسه، شنو إحساسي الحين، شنو اللي أنا حاس فيه الحين. مع سرعة الحياة صار الإنسان دائما سريع، ما عنده وقت يشوف نفسه من الداخل، دائما يشوف نفسه من الخارج، يلا وراي شغل، وراي مسؤوليات اجتماعية، وراي مناسبات، ما عنده وقت إنه يغوص داخل نفسه ويشوف شنو الأشياء اللي صارت له خلال حياته من حزن من فرح. فلازم هذا إن المحاسبة النفس الصادقة تخلي الإنسان في عنده هارموني بين يسمونها mind body and soul، إنه يكون يعني هو روحه وعقله وجسمه متوافق. لو تحدثنا عن أي جرح في جسد الإنسان ممكن معالجته وشفاءه بأي طريقة كانت من ضمن العلاجات، لكن إذا تكلمنا عن جرح الروح أو إذا صح التعبير جروح الروح، كيف ممكن ان احنا نداوي هذه الجروح ونطهر النفس من علاتها؟ نداوي جروح النفس ان الروح حق مختصين. في جروح تختلف، في جروح عميقه مثل وفاه احد الاشخاص المقربين، مثل خساره العمل، خساره بزنس معين، صدمه بالحياه، هذه الاشياء تحتاج ان الانسان يروح حق لايف كوتش ويتكلم معاه بشكل مريح، مدرب حياته. اي نعم، ويتكلمه بطريقه مريحه ويقول له بالضبط هو شنو الاشياء اللي متضايق منها، وهو يعطيه المهارات للتخلص من هذه الجروح، شلون يقدر يستعيد حياته، شلون يقدر يستعيد نشاطه بالحياة، شلون يقدر يستمر بالحياة. لأن إذا ما داوينا هالجروح صار شيء فوق شيء، شيء فوق شيء، يؤدي إلى الاكتئاب، يؤدي إلى الضغط النفسي الشديد، والإنسان لازم يعالج هالجروح عشان يقدر يستمر بحياته ويكون دائما عنده فسحة من الأمل وأن الحياة مستمرة وأن هذا الجرح راح يطيب في يوم من الأيام، لكن بالمهارات والطرق الحديثة بمعالجة هذه الأشياء. بالتأكيد أستاذ عواطف، طبعا النساء عندنا عندهم إمكانات هائلة وهذا شيء يعني ما نقدر نخفيه، لكن ما عندهم هذه الانطلاقة نحو القيادة، شنو السبب؟ والله أنا أشوف المرأة الكويتية ما شاء الله عليها، يعني
في كل المجالات، في كل المجالات ما شاء الله عليها، حتى بالشرطة اللي كان قبل حكرا على الرجال، نعم. الحين صارت ما شاء الله عليها نفتخر فيها المرأة الكويتية، بالطب، بالمحاماة، بكل مكان، بالإذاعة، صارت المرأة الكويتية بكل مكان، نعم. عندها قدرات هائلة، بس تحتاج من يدعمها، تحتاج التشجيع، التشجيع من الأهل، تشجيع من البيت، تشجيع من أبنائها، من الرجل. مدارها، من الرجل طبعا، أكيد. هذا شيء وايد مهم صراحة، تشجيع وايد وايد مهم للمرأة عشان يحفزها أن تستمر أكثر وأن تتطور أكثر. أما لما يعطونها شوية إحباط وأشياء سلبية يأثر على إنجازاتها. منو؟ لا لا لا، بس لا، عشان ما نصير إحنا بشكل عام. لا بشكل عام، بشكل عام مو رجل. خلنا نكون واقعيين شيخة عواطف، أحيانا ترى المرأة هي اللي تحبط المرأة، صح الكلام؟ صح صح صح، أتفق معك. وأنا قلت لك بشكل عام عشان ما ندش بسالفة المرأة والرجل، بالعكس في رجال يشجعون نسائهم في البيت، سواء بناتهم، زوجاتهم، خواتهم، صحيح. وفي نساء كذلك. بس على قولتك صح، في بعض النساء تصير حتى بسبب الغيرة بين بعضهم البعض يحبطون بعضهم البعض. يعني عندما نتحدث عن الماضي، نعم. وخاصة الآن احنا لما نتكلم عن السوشيال ميديا كسرت هذه المفردة، الزمن الجميل، أيام الطيبين، وكأن احنا الآن لسنا في زمن جميل وانعدموا الطيبين. كيف ممكن شيخ عواطف نقدم نصيحة للي قاعد يعيش ويستغرق في الماضي بعيد عن الواقع اللي قاعد يعيشه؟ الإنسان اللي يعيش في الماضي قاعد يرتكب أكبر غلطة بحق نفسه، لأن الحياة ما توقف على أحد، الحياة مستمرة ومتجددة ودائما في نمو. فالإنسان لازم يتعلم من اللي يبي يتعلمه من دروس الماضي، لكن يستمر بحياته، لأن الأسى على ما فات ما يفيد. أكيد. لازم الإنسان يعيش اللحظة ويعيش يومه ويطور ذاته، وما يقعد يكون يعني عنده أسى على اللي فات، لأن ما نقدر نرجع اللي فات. اللي فات خلاص راح وانتهى، احنا الحين بهذه اللحظة نطور حياتنا إلى الأحسن ونشوف، نتعلم الدرس من الماضي لكن ما نعيش فيه، نعيش حياتنا بأمل وبتطور وبنمو دائم. بالتأكيد. نرجع شوية على موضوع الرجل والمرأة اللي تناقشنا فيه قبل شوية، لكن ما نبي نركز عليه بشكل. من يبي تسحب الإجابة بأي طريقة بحيث أن الاتهام يصب نحو الرجل؟ أكيد هي متحيزة للمرأة، شيء خاصين منها، لكن نبي نعرف الأكثر إقبالا على الحياة، الأكثر تحملا لضغوط الحياة في مواجهة بعض المشاكل والتعامل معها كذلك. والله صراحة يعني الرجل والمرأة يتحملون ضغوط الحياة. في أشياء بتكوين المرأة كتربية الأبناء، الحمل والولادة، قصبا عليها تكوين المرأة تحمل من هذه الأشياء أكثر من الرجل. بس بالحياة العملية صارت المرأة مثل الرجل، والرجل هم يمر بضغوط كثيرة، بحيث أنه هو رب أسرة، يوفر يعني حق أسرته، هم يعني يتعب أساس يكون الأسرة، فأثنيناتهم يتعبون. لكن المرأة حكم يعني تكوينها لها شوية أشياء أكثر من الرجل تكون تتعب فيها، مثل ما قلت ليش تربية الأبناء وهالأشياء الثانية. يعني صبورة شوية، المرأة صبورة أكثر وقوة تحملها شوية أكثر. والله أما مشكلتي أن أنا قاعد بينكم ثنتين، وبالتالي ما أبي أقول الكثرة تغلب الشجاعة، لكن شيخ عواطف أنت الآن دخلتي عالم السوشيال ميديا، كيف ترين عالم السوشيال ميديا وشنو علاقتك فيه وليش دشيتي في هذا العالم؟ والله صراحة السوشيال ميديا وايد مفيد. الحين صرنا بكبسة زر نقدر نعرف أخبار كل العالم، نعرف معلومات ما كنا نقدر نعرفها قبل إلا من الموسوعات ومن الكتب ومن الجرائد، واللي ما كان بسهولة الإنسان يعني يتعرف على هالمعلومات. الحين بالموبايل الواحد عنده كل المعلومات وكل الأخبار. إعلامك بإيدك. إيه، إعلامك بإيدك، وشيء يعني جميل، لأن الإنسان يعني يتعرف على أشياء وايد حلوة ومعرفة كبيرة. فأنا مو ضد الميديا، بالعكس أنا مع الميديا، وأنا مشاركة بالميديا سواء بالسناب وسواء في الإنستغرام، لأن أنا أعطي حق المتابعيني كل يوم إضاءة صغيرة، نصيحة صغيرة تساعدهم على الحياة وتساعدهم أن يعيشون يومهم بإيجابية. فبالعكس هذا شيء وايد مفيد. لكن أنا عندي ملاحظة صغيرة على الميديا، الناس اللي تعدون بطريقة
غير لبقة وغير محترمة على غيرهم لأنهم في مأمن من العقاب. على بسبة أن أنا بإنستغرام بتويتر راح أسب وما حد راح يدري عني، راح أسب وما حد راح يلحقني يرد علي، راح أتعدى بالكلام على الآخرين. في قانون الجرائم في قانون بس يعني لو من هذا مرادع يعني؟ هذا رادع بس رادع مو قوي لأن لما تفكر أن كل إنسان يبي يتعدى علي بالسوشيال ميديا برفع عليه قضية الإنسان ما راح يخلص. الحين الحمد لله طلع سالفة البلوك وسالفة أن الواحد أبيوزف كونتاكت فتشيله إنزين، فصاروا الناس يعني أقل تعرضا. بس في ستيل أنا لي أشوف ناس ليه هذه اللحظة يتعرضون بالإساءة لغيرهم. نعم. تعليقات جارحة بكلام في منتهى قلة الأدب، هذا يعني شوية اللي مزعج بالميديا. أستاذ ما دام أنت مدرب حياة شيخ عواطف، الشخص اللي تعرض لهذه الإساءة تدرين الأنفس تتغير مختلفة. في هناك من يكون لديه الثقة الكاملة وفي هناك من ثقته نوعا ما وهناك مثلا اللي ما عنده ثقة في نفسه. اللي قد ينجرح من هذه الإساءة كيف ممكن أن يتعامل مع الآخر وبالتالي يتعامل أيضا مع نفسه؟ أولا دائما لازم نعرف أن رأي الآخر فينا ما يمثلنا. مو واحد عد علي بكلمة غلط يعني أو صفة وصفني إياها معناته هذا أنا هي فيني. نعم. في حاجز بين اللي هو يقوله وبين واقعي، بين أنا ثقتي بنفسي، أنا عارف أنا منه، ما أخلي كلمة من واحد داخل عابر داش على الموقع تهزني. إذا هو يعني تعدى بهالطريقة خلاص أشيله أسوي له بلوك، إلا إذا مثلا التعدي اللي يعني بشع وبطريقة يعني غير هذيل اللي يلجؤون للقضاء. أما الأشياء اللي ممكن الواحد يتجاوزها والإساءة ترد عليه هو، لأن هذا ما يمثل الشخص اللي هو مستمر بحياته وإيجابي. بالتأكيد احنا سعيدين في الجرعة الإيجابية اللي عطيتنا إياها في هذا الصباح، وشكرا جزيلا على وجودك ويانا الشيخة عواطف سلمان الصباح مدربة الحياة. شكرا. تفضلي. مشكورين وما قصرتوا على استضافتكم ويشرفني ان اكون في تلفزيون بلدي واكون معاكم، وهذه خطوه وايد حلوه وايجابيه وانا فخوره فيكم وفي اللي قاعد تقدمونه. ولا تنسين وعدك لنا ان شاء الله في لقاءات اخرى. كل الشكر مشاهدينا لضيفتنا مدرب الحياه الشيخه عواطف سلمان الصباح. احبتنا بهذه الفقره نكون قد وصلنا الى ختام حلقه هذا اليوم من برنامج صباح الخير يا كويت، حتى نلتقيكم نحن وأنتم في رعاية الله، إلى اللقاء. مع السلامة.